تنفيذا لأوامر آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية. تستعد المنطقة لإنشاء محرقة لمخلفات الحرب على الإرهابي بالمنطقة، حيث يوجد معرضا للألغام ومخلفات الحرب التي تركها الإرهابيون وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية قبل فرارهم من درنا وتحريرها من قبل الجيش الوطني. بعد الأخذ إذن سيدي أمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر بخصوص إنشاء معرض مخلفات ما تركه الإرهاب على في منطقة الجبل الأخضر، فالموضوع المقصود بنا الرأي العام الدولي حتى يتحقق بأن نحن أنصار في إرهاب لا يعرف الحياة. نحن قد بذلنا مجهود كبير وبدون إمكانيات، فقدنا الشهداء ونحسبهم عند الله إن شاء الله من الشهداء. المعرض الذي توجد به الألغام التي زرعها الإرهابيون والتي استخدموها ضد القوات المسلحة والمدنيين أغلبها محرم دوليا ولا ينطبق مع قواعد الاشتباك الدولية، كما يتسبب في إيقاع أبلغ الأضرار بالمواطنين الذين يتحركون في تلك المناطق للزراعة أو الرعي أو غيرها من النشاطات. هذا ما تركنا لها فقحوا الأنابيب الغاز واستمادات الغاز، هذه لما أنت تشوفها وتنظر لها بالتأكيد تقول هذه حاجة هتشطبر الغاز وحتسرب أقل أرواح من البشر. هذا نفس الشيء، هذه الاسطوانة الغاز هي الغاز ممكن قد تدخل المستشفى هتسبب أكثر أرواح بشر. هذا فينا كده هذا يعتبر مدني مش هدف عسكري، لا يريد خير غير الوطن. هذه المخلفات بتاعها اللي تم تفكيكها من درنا ومن الرواحي من الطرق الترابية من الملعب من محطة الوقود محطة المياه، هذا كله كان تم تفكيكه من منطقة درنا بهذا الشكل. هذه المخلفات التي تشمل المساطر المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة وبعض المعدات المدنية التي تستخدم في التفخيخ تشهد على فظاعة أعمال الإرهابيين وإجرامهم قبل أن تتحرك القوات المسلحة وتقضي عليهم حتى تنعم المنطقة الشرقية وليبيا بالأمن والأمان. وتستمر القوات المسلحة في تأمين الوطن من كل خطر قد يواجه المواطن أو يهدد حياة المدنيين أو يضيق عليهم مصادر رزقهم. لقناة ليبيا الحدث، محمود بن مصباح.